موقع أنا السلفي. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. سورة القمر سورة مكية، آيتها 55، يقال لها سورة القمر وسورة اقتربت. أما مناسبة التسمية فلما كانت السورة المباركة تدور حول آيات الله وتكذيب المشركين لها، بدأ الله تعالى بذكر آية من أعظم الآيات وقتها، وقد طلبوها تحديدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي انشقاق القمر. طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم آية تدل على صدقه، فأخذ عليهم عهودهم إذا ما رأوها أن يسلموا، فأقروا له بذلك، فدعا ربه فكانت الآية انشقاق القمر، فقال لهم ألا أشهدوا، فنظروا فرأوا القمر قد انشق نصفين وهم بجوار الجبل، شق في ناحية وشق في الناحية الأخرى، فقالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا. ومما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالقمر وقاف في العيدين الأضحى والفطر كما عند مسلم. بدأت السورة بذكر الآيات الربانية والنذر في قوله تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، وختمت ببيان عاقبة المكذبين في قوله تعالى ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وذلك ليحذر العبد في تعامله مع الله تعالى ولا يستخف بأوامره وآياته. المحور الرئيس للسورة سنة الله في من كذب آياته. من مواضيع السورة، تدور السورة حول عرض نماذج المكذبين من الأمم السابقة وكيف كانت العاقبة، وذلك لزجر العباد عما هم فيه من الضلال وبيان أن الله أحصى كل شيء من أفعال عباده، وذلك ليحذر أهل مكة من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا بأكرم على الله من الأمم السابقة ولا أفضل. من فوائد ولطائف السورة، ختمت قصة كل قوم بقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ذلك لأن القرآن أعظم الآيات على الإطلاق وأعظم من كل آية أتى بها رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل السورة المباركة تحكي عن تكذيب المشركين ومصيرهم، ولم تذكر عاقبة المؤمنين أو لم تذكر عاقبة المؤمنين المصدقين إلا في آية واحدة في آخر السورة كما سيأتي. أقوى سلاح للمؤمن هو الدعاء، لأنه دليل فقره إلى الله، وبالتالي فهو لا يستغني عنه في حال ضعفه ولا في حال قوته، كما في قول ربنا سبحانه عن نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر وانصر الإسلام وأعز المسلمين. غدا إن شاء الله نبحر مع معاني هذه السورة المباركة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.